بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم وبحضرتكم من جديد حيث انطلاقة الشوط 13 للقعدان الثنايا المحليات لفئة الانتاج والمنتجين على بركة الله. بدأنا مباشرة مع المركز الأول لأتابع الصدارة، لأتابع مياس عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي يقدم لنا شعاره مع المركز الأول. المركز الثاني أتابع القادم في هذه اللحظات ظبيان شفيان بن سعيد بن علي العامري يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم والحضور، مرحبا بمخيف سعيد بن محمد بن مبارك المهيري يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع القادم والحاضر، من ينطلق ومن يتقدم في هذه اللحظات؟ الهارب محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري هو القادم مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع مسعف سعيد بن دميثان بن خلفان الشامسي هو الحاضر، هو القادم في هذه اللحظات. بينما المركز السادس أتابع انطلاقة وتقدم من حضر في هذه اللحظات لهيب حسن بن فهد بن محمد آل بريك يقدم لنا لهيب في هذه اللحظات. المركز الثامن أتابع انطلاقة نهاب حمد بن حميد بن سالم الدرعي هو القادم بكل قوة. بينما المركز التاسع أتابع مصدع حمد بن علي بن عمير الاكتبي يقدم لنا شعاره. بينما المركز العاشر أتابع انطلاقة شاهين سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري يقدم لنا شعاره. هكذا هي النتيجة للعشرة النجوم. نعود يا أهل الثنايا، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من يحتل الصدارة؟ من ينطلق بالمقدمة؟ من يقدم هذه العروض؟ ظبيان شفيان بن سعيد بن علي العامري يقدم لنا ظبيان، وماركة ظبيان الغنية عن التعريف تحتل المركز الأول في هذه اللحظات. شفيان بن سعيد بن علي العامري، بينما القادم مع المركز الثاني مياس عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي يقدم لنا شعاره. المركز الثالث اسم خطير وكبير، بدأ يقترب مخيف سعيد بن محمد بن مبارك المهيري يقدم أحد أخطر الأسماء، أحد أقوى الأسماء المرشحة لهذا الشوط. المركز الرابع أتابع انطلاقة وتقدم سراب حمد بن محمد بن فهد العجمي، أبناء المملكة قادمين في
هذه اللحظات المركز الخامس، أتابع انطلاقة ليب حسن بن فهد بن محمد آل بريك. آل بريك هو القادم بكل قوة ياهي من معركة. بدأت المعركة الآن، نعود إلى الصدارة، إلى ظبيان. ظبيان يا ظبيان، يقدم لنا ظبيان في هذه اللحظات شفيان بن سعيد بن علي العامري، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا ظبيان بالإنجازات، بالإنجازات والبطولات. يتقدم مالك ظبيان في هذه اللحظات، ينطلق إلى الفوز، إلى الناموس. بينما المركز الثاني الشامسي قادم بكل قوة، يقدم لنا شعاره. مياس هو القادم، عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي يقدم لنا شعاره. بن بيشون قادم مع المركز الثالث، قادم بكل قوة مع سراب. وصلكم راعي الساعي في هذه اللحظات، وأيضا القادم وتابع الشقردي سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي، وكذلك لهيب حسن بن فهد بن محمد آل بريك. ولكن نعود إلى ظبيان، نعود إلى ظبيان. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير المثير، يا مالك ظبيان. شفيان بن سعيد بن علي العامري يقدم لنا ظبيان، ظبيان. ولكن أوصلوها للطلايب، أوصلوها للطلايب. وصل في هذه اللحظات مشغل الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري، ووصل بن بيشان، وكذلك نهاب. ياهي من معركة، ياهي من معركة. شوط الإنتاج والمنتجين، أين يتجه بن بيشان؟ بن بيشان ياهي من معركة يا إخوان، بن بيشان. ولكن القادم للطام خالد بن سعيد بن بروك الحميري قادم في هذه اللحظات مع للطام. مين اللي يلطم الشوط؟ مين؟ مين اللي يلطم الشوط؟ بن بيشان، بن بروك، بن بروك، بن بيشان. اللحظات الحرجة، اللحظات الخطيرة ما بين بن بيشان، ما بين بن بروك. ولكن سراب، 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 سراب الواعي للطام، للطام وسراب، للطام وسراب. بن بيشان، بن بيشان أبناء المملكة مع سراب. سلام يا بن بيشان، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز. سراب حمد بن محمد بن فهيد العجم المركز الثاني، كان للطام خالد بن سعيد بن بروك الحميري. والمركز الثالث، المركز الثالث لهيب حسن بن فهد آل بريك. والمركز الرابع، وصل مع المركز الرابع مشغل الدحبة بن قنازة بن حمرور العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس نهاب حمد بن حميد بن سالم الدرع. إذا تهانينا والناموس لمالك سراب حمد بن محمد بن فهيد العجمي على هذا الفوز والانتصار. يذهب الناموس إلى المملكة العربية السعودية. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 9 دقائق 24 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني للطام خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، وتوقيته الزمني 9 دقائق 24 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. بينما اللي احتل المركز الثالث كان لهيب حسن بن فهد بن محمد آل بريك، وتوقيته الزمني 9 دقائق. تسع دقائق 26 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.